15، مواجهة سيمثل الفوز فيها مرورا عراقيا مباشرا إلى النهائيات، وفي حال عدم الفوز سيدخل العراقيون في حسابات البحث عن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في سائر المجموعات الآسيوية. المزيد في تقرير مراسلنا علي رياح. الطريق إلى أستراليا 2015 ينبغي أن يمر بهزيمة التنين الصيني. حسابات العراقيين قبل آخر مواجهة المجموعة الثالثة تتركز في انتزاع النقاط الثلاث للتأهل، غير أن ضياع الفوز لن يكون إغلاقا لكل الآمال عمليا، فهنالك الصعود كأفضل ثالث في المجموعات الخمس، وهو احتمال لا يريد أسود الرافدين التورط فيه، لأنه سيكون مبنيا على ما سيحدث في المجموعات الأربع المتبقية. المباراة فيها تحديد الفريق الذي سينتقل إلى آسيا، بطولة آسيا 2015. الصين تسعى كما نسعى، والصين تستعد كما نستعد، وكل الأمور متاحة للفريقين. نتائج الفرق الأخرى نعم ستخدم الفريقين، لكن على الفريق العراقي أن لا يلتفت إلى نتائج الفرق الأخرى، عليه أن يفوز في هذه المباراة، والفوز فقط هو الذي يؤهله إلى الانتقال إلى آسيا. أحاديث تنطق بالثقة والتطلع إلى تذكرة النهائيات تتغاضى عن كثير من العقبات التي حالت دون تفرغ حكيم شاكر وفريقه للإعداد، منها ما يتعلق بقصر المدة وتقطع مراحل التدريب لعدم تفرغ معظم العناصر الأساسية. سيتناسى العراقيون كل هذا، ولن يتبقى لهم سوى الثقة المطلقة بفريق اعتاد القفز فوق الصعاب في كل مرة. لا خيار غير الفوز للمنتخب العراقي، لأنه هو الفوز الوحيد هو يوصل المنتخب العراقي إلى نهايات كأس آسيا، وأملنا كبير بلاعبينا وبكادر التدريب يعني يفرحون الشعب العراقي وأن يفوزون على المنتخب الصيني. الانتظار والترقب والأمل مفردات تصحب حسابات العراقيين هنا قبل المواجهة مع التنين الصيني في مهمة يبحث فيها أسود الرافدين عن تذكرة الصعود إلى أستراليا 2015. علي رياح بي إن سبورتس بغداد.